السلام عليكم من قناة النهار، أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة الخاصة. رد أمسية الاثنين سكان قرى ومداشر تيزي وزو بالثقيل على الأشخاص الذين انتهكوا حرمة الشهر الفضيل علنا أول أمسنا الأول بساحة الزيتونة، ردوا بمبادرة إفطار جماعي جمعت ما يزيد عن 3000 شخص، بينما قدرت مصادر أخرى عددهم بنحو 5000 شخص. قاموا بالإفطار في نفس الساحة وأدوا صلاة المغرب جماعة في أجواء إيمانية تقشعر لها الأبدان. هذه المبادرة دعا إليها سكان المنطقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد استقطبت الآلاف من المواطنين الغيورين على منطقتهم، والذين قدموا من العديد من القرى من الولاية وحتى من خارجها للرد على الأشخاص الذين أفطروا علنا أمام الملأ منتصف نهار السبت الماضي. الزميل حسان زيزي حضر مأدبة سكان تيزي وزو وعاد لنا بالتالي. الله أكبر يا مسلمين، الله أكبر يا مسلمين. كافي يا جماعة، الله أكبر يا مسلمين، الله أكبر يا مسلمين. شرقية يا غربية، تيزي وزو إسلامية. شرقية يا غربية، تيزي وزو إسلامية. أسكى أسكى لإسلام الهيبة. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. هذه مبادرة طيبة، مبادرة مباركة من أهل تيزي وزو، من أحياء تيزي وزو، ومن الشباب الذين يعيشون في هذه المنطقة. من خلال هذا المنبر نخاطب أهل المنطقة ونخاطب كل الجزائريين وكل أهل الجزائر. تيزي وزو بلد الجهاد، تيزي وزو بلد النضال، بلد خرج من العلماء، بلد دافع عن الإسلام ودافع عن الهوية الوطنية. فيه الخير الكثير، فيه الكثير من المساجد وفيه الكثير من الزوايا، وخرج ولا يزال يخرج كثير من العلماء. لما نتكلم عن ابن أجروم الذي صاحب الأجرومية، أو ابن معطي الزواوي الذي ألف ألفية في النحو العربي، نتكلم عن مولود قاسم بن إدب القاسم الرجل المجاهد الذي نافع عن الهوية ومن هذه المنطقة، شيخنا الشيخ طاهر آية علجات أطال الله في عمره من هذه المنطقة. لا تزال هذه المنطقة كما نقول دائما كالعود، كلما حرق منه شيء كلما فاح طيبا. أقل هذا قلنا ملال يمزد تمثين تنتي زي وزو تمثيني نكو دي دورني تي زي وزو وسان سي بارتو ما ميا سي تزاير القبائل نتزاير الدوسان وسان داك ناس فقنني مدن بلي تي زي وزو هاك القبائل تامورث يمسلمن تامورث الشهداء مزن في سي مليار ني مليار الشهداء ذي القبائل كان ديت مورثاكي. أقل هذا قاد سفقنا مثلا توالي مزات نول أقل هاك يمسلمن شهيد هاك صربي نصوزو من تما نصربي هو إذا يعني يخدمن وين يخدم من الحاجة إلى ربات يحاسب ماشي كلها يحاسب هذا يكون دنيني كل يوم يحاسب ربي سبحانه. ختام هذه النشرة الخاصة مشاهدينا، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.